السنة الجاية هننظم خروجة كبيرة قوي 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 وانت هتروح مش هتلاقي حد. مدحت هابي بيرثداي ابو عايز اوجه كلمة لبابا وماما مدحت، حرام عليكم اللي انتوا جبتوه ده، عشان هو عصبي وحرام تجيبوا منه اثنين ثلاثة ايوه نزلتوا من مستوى الحال. مدحت وحشتنا قوي قوي، نفسنا السنة الجاية تبقى معانا. هو مدحت بتحسه بتحس مدحت في كندا. وحشتنا قوي قوي، نفسنا كنت تبقى معانا. تعالى بقى نتكلموا عن الناس وبتاع. يا ستار هاجر ارجع ارجع مدحت الجاي اعملوا في كاليفورنيا ولا انت هتعرف ايه اللي حصل؟ ايه يا صدرة؟ عليك يا هو ممكن ان شاء الله تكون انبسطت يا مدحت. ممكن تقولوا لا انا هتقبله. يلا يا بابا بص يا حبيبي هكلمك هقول لك كل حاجه جوه الجوه. كلمتني يا بابا مدحت صعب قوي علينا جيم خاصه. شيرين بتاع 7 في الكنيسه. انا جيم 9 ونص ده حاجه ما تحصلش. 9 و10 لو سمحت. نصيحه يا دي بقوه قوي. بكره حط جامد على التي في. مدحت عملت كام سنة طيب؟ 40 أو 45 أي كده. مدحت عملت كام سنة؟ مدحت هم عكرنا يا ابني. إيه 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 إيه